أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. وبعد، أخواتي الكريمات، في المحاضرة السابقة كنا تطرقنا إلى مفهوم النظم في اللغة والاصطلاح، ثم عرجنا على مفهوم النظم في أو النظم الإسلامية، وتحدثنا قليلا عن حاجة المجتمعات إلى النظم الإسلامية، وسنكمل إن شاء الله تعالى اليوم في هذا الموضوع إلى أن نتدرج إلى بعض الوجوه والاعتبارات التي تؤكد لنا حاجة البشرية للنظم الإسلامية. طبعا إحنا قلنا يا أخوات إنه لما كان الإنسان مدني بطبعه، إيش يعني مدني؟ اجتماعي. إيش معنى اجتماعي؟ كيف؟ يؤثر ويتأثر، ولا يستطيع أن يعيش بمعزل عن المجتمع. ولما كان الإنسان مجبول على حب الخير، حب التملك، حب السلطة، حب الخير، وخلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، جاءت النظم الإسلامية تنظم العلاقات بين الأفراد، وتنظم العلاقات بين الأفراد وخالقهم، تنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسة والسلطة الحاكمة في البلاد. ولذلك كان لابد للمجتمع من نظم تحافظ على استقامة هذا المجتمع، توفر الأمن، السكينة، الطمأنينة. وبالبحث والتدقيق تبين أن النظم الإسلامية هي العلاج الأمثل، وهي العلاج الوحيد. ليش؟ لماذا يحتاج المجتمع إلى يعني النظم الإسلامية؟ ذلك يتبين لنا في عدة اعتبارات ووجوه التي تؤكد لنا حاجة البشرية إلى النظم الإسلامية. أولا، إن النظم الإسلامية من وضع خالق البشر. طب بماذا ينعكس أما وأنها من يعني من وضع خالق البشر؟ هذا يؤثر في طبيعتها. كيف ذلك؟ كيف يؤثر كونها من يعني وضع خالق البشر، أو بماذا ينعكس على هذه النظم؟ تفضلي. الإنسان لما بيتعرض لأمر أو لنظم معينة من إيجاد الخالق، فبالتالي بيشعر بالانصياع والخضوع لها. لكن لو على النقيض تماما، لو انا مثلا بدي انفذ قرار من حدا مخلوق زي ممكن انا اقول ليش هو مثلا؟ لاني انا وياه بنتوازى بالمكانه، لكن ربنا سبحانه وتعالى الاعلى والاكمل، فبالتالي انا بنصاع تلقائي. تمام، جميل. اختكم بتقول يا اخوات انه النظم اما وانها من وضع خالق البشر، ولما كان خالق البشر موصوفا بالكمال المطلق، ينعكس ذلك الكمال في تشريعاته وفي الأنظمة التي أوجدها للبشرية. إذن بنقول النظم الإسلامية من وضع خالق البشر، ولما كان خالق البشر متصفا بالكمال، تظهر هذه الصفات وهذه الصفة، تظهر في تشريعاته، تظهر في الأنظمة التي دل الإنسان عليها لتحقق له السعادة في الدار الدنيا والدار الآخرة. ثانيا، لأنها النظم التي يمكن أن تنال ثقة البشر واحترامهم لها وإيمانهم بنزاهتها وعدالتها. كيف ذلك؟ أو لماذا تنال ثقة البشر واحترامهم واطمئنانهم والاطمئنان لها؟ إنه الإنسان هلا عنده ثقة إن الله سبحانه وتعالى عارف قدرات الإنسان. يعني الله ما بعطي بفرض علينا نظام أو يعني إلا بكون عارف قدرات الإنسان فيها. لما يفرض الإنسان ممكن يعطي الإنسان فوق طاقته أو أقل من طاقته، بس الإنسان لما يقول ربنا فرض علي، ليش؟ إنه ربنا عارف إمكانياتي وطاقتي وهكذا، فأنا بقدر أعملها هيك. تمام، يعني أختكم بتقول إنه الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الإنسان، ويعلم ما يصلح شأنه، ويعلم حاجاته، ويعلم ما يضمن له الاستمرار والاستقامة
في هذه الحياة. فلذلك أوجد له من النظم ما تنصلح أحواله، ولذلك تنال ثقة البشر واحترامهم لها. ليش؟ لأنها من صنع الحكيم الخبير، لأنها من صنع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. من هنا يا أخوات يعني تنال إلى ثقة واحترام. أنا عندما يعني أصادق شخصا، وهذا الشخص طبعا قبل ما أتخذ صديقا أو خليلا بروح بعمل له اختبارات، ولا أنا بصاحب أيا كان، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، يعني الإنسان على دين صاحبه. وبالمثل بالعمية بالمثل الشعبي يقول الصاحب ساحب، إما إلى الخير وإما إيه. وجاءت الأحاديث كثيرة يا أخوات في فضل رفيق السوء والرفيق الصالح، كنافخ الكير وبائع المسك. يعني بائع المسك إن لم تستفد منه وتشتري منه مسكا، على الأقل إيه تشتم رائحة طيبة. لكن نافخ الكير يعني الحداد اللي بحط الفحم بنفخ عليه عشان يسخن الحديد، إن لم يحرق ثيابك، شرر بطير بيحرق الثياب، تشتم رائحة نثنة والعياذ بالله. إذن بنقول يا أخوات أنا عندما أتخذ صاحب أو خليل أو صديق بأختبره، بشوف إيش المنهج اللي هو ماشي عليه. إذا وجدته ما شاء الله مستقيم ملتزم منضبط بالضوابط الشرعية أطمئن له، وبعدين بيصير هذا الشخص ثقة عندي، يعني يقول علي في غيابي أمشيله، ثقة مطلقة، بحط ثقتي كلها فيه. ولله المثل الأعلى يا أخوات، الله سبحانه وتعالى ما دام هذه النظم من عند الله سبحانه وتعالى، أنا أو الأفراد المجتمع جميعا يحدث عندهم اطمئنان، تسليم، ثقة، احترام لهذه النظم. ثالثا، ويحتاج البشر للنظم الإسلامية لأنها النظم التي تملك إشاعة الأمن وتعميم الطمأنينة في نفوس الملتزمين بها والمطبقين لأحكامها. مين تتحدث؟ من تتحدث بشيء من التوضيح لهذا المعنى؟ كيف النظم الإسلامية بتشيع الأمن في نفوس الناس؟ كيف؟ تفضلي. تشيع الأمن في نفوس الناس عن طريق الإيمان بالله والاطمئنان. مثلاً لو الإنسان صلاته بسيطة يكون مؤمن إنه عنده امتلاء من ربنا، فهذا بشعر بالأمن والأمن والاطمئنان. في حالة لو إنه أصابها في إصابة مثلاً بمرض في الدنيا، إن المرض هذا يعني الأخت تطرقت إلى معاني جميلة جدا وبوضحها وبيشبهها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه عجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير. إن أصابت الإنسان ضراء، ابتلاء، فقر، حاجة، مرض، ابتلاء، مصيبة، موت، إذا ابتلي الإنسان بهذه الأمور ماذا عليه أن يفعل؟ بيصبر، فكان خيرا له. ولا يزال الإنسان يبتلى حتى يخرج يعني من الذنوب كما تتساقط الأوراق عن الشجر، يخرج إيش؟ نظيف. إذن هذا فيه خير، إذا ابتلي صبر وهذا خيرا، هذا خير له. وإذا ابتلي بالصحة والعلم والنعيم والثراء، يعني أيضا أنا سميته، أنتم ملاحظين سميته ابتلاء، لأن الغنى أشد ابتلاء من الفقر، والصحة أشد ابتلاء من السقم، والوقت أو الفراغ أو أشد ابتلاء من الشغل. إذن يا أخوات بنقول كل هذه الأمور فيها خير للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن المسلم إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا من هنا تأتي السعادة.
من هنا تأتي السعادة وتأتي الطمأنينة ويأتي الأمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا إن بذكر الله وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شوفوا هل المعاني الجميلة في الأحاديث يا أخوات، هذا بتجعل الإنسان يستسلم للقضاء والقدر. الخير نعمة والمصيبة نعمة والزواج نعمة وعدم الزواج نعمة والشباب نعمة والهرم الشيخوخة نعمة والثراء نعمة والفقر نعمة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، وإن منهم من لا يصلح إلا إيه؟ الفخر. لو أعطاه الله سبحانه وتعالى يطغى، وفي ناس لو منع عنه الله سبحانه وتعالى يتمرد ويكفر. إذن ملاحظين كل تقدير الله للإنسان المسلم خير. طب هذا إيش بيحدث عند الإنسان؟ طمأنينة. خلاص مدام أنا مسير والله سبحانه وتعالى هو اللي بيسر لي الأمور، إذن ليش أنا؟ طبعا يا أخوات لا يدعو ذلك إلا التقاعس أو التواكل. نحن نتوكل على الله نعم، لكن نسعى ونقوم بما في وسعنا من جد واجتهاد وعمل، فينعكس ذلك بالطمأنينة والأمن في نفوس الملتزمين والمطبقين لأحكام هذه الشريعة أو النظم الغراء. طبعا الرابع، أن النظم الإسلامية لا تقف في معالجتها للحياة البشرية على الجانب الحقوقي المجرد أو على الماديات فحسب، بل تجدها تتعامل مع النفس والضمير. هو الإنسان يا أخوات جسد وروح، الإنسان جسد وروح. لو انفكت الروح عن الجسد، هو إيش تعريف الموت؟ مغادرة الروح للجسد. إذا انفكت الروح عن الجسد الإنسان خلص انتهت حياته. الإنسان مركب من روح وجسد. طبعا كما أن هناك زاد للأبدان يعني للجسد، في هناك زاد للأرواح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي زاد الأرواح، زاد النفوس. النظم الإسلامية في معالجتها لن تقتصر على معالجة الجانب الجسدي أو الجانب الروحي، ولكن يا أخوات تعدت وتخطت ذلك إلى معالجة الجانب النفسي، الضمير، روح الإنسان. فشرعت من الأمور التي تكفل للإنسان التغذية وضبطت تصرفاته وأوجبت له، كما أنه يجب علينا الاعتناء بهذا الجسد من يعني علاج وتغذية وتنظيف وكذا، حثت على معالجة الجانب الروحي والجانب النفسي. الآن إحنا في الطهارة مش بنقول الطهارة هي يعني الطهارة بمفهومها الحسي، التطهر من الأدناس، صح ولا؟ لكن هل الطهارة تعالج الجانب الروحي؟ نعم تنقي، كما أن الماء أو الطهارة تنقي الجسد من الأدناس، فإن الطهارة تنقي النفس من الشح، من البخل، من الحسد، من التدابر، من الغيبة، من النميمة. أيوة، يعني جاءت النظم الإسلامية تعالج الجانب الحسي، قوانين تضمن سعادة الفرد واحترامه، تضمن له العلاج، تضمن له التعليم، تضمن له الرقي. كمان جاءت تعالج الجوانب النفسية، تطهر النفس المسلمة من الحسد، تطهرها من الغل، تطهرها من الغيبة، تطهرها من النميمة. ليش يا أخوات؟ لأنه الإنسان جسد وروح، فاعتنت بالجسد واعتنت بالروح. هذه الأشياء وهذه النظم الإسلامية تسمو بالجسد وتسمو بالروح، فيحدث عندنا التكامل
اللي هنتحدث عليه إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. ولذلك نجد أن النظم الإسلامية أقامت حارسا إيمانيا. بدي أسألكم سؤال، قديش الناس المش ملتزمين في المجتمع؟ لا نص، خلينا نقول 10%، يعني اللي بيطبقش القوانين والأنظمة إلا بسطوة القانون وسطوة النظام أو الإكراه، خلينا نقول على يعني أحسن الأحوال 10%. لكن غالبية الناس إيش اللي بيردعوا عن الخطأ وإيش اللي بيردعوا عن ارتكاب المخالفات؟ الوازع الديني، كل واحد من نفسه عنده وازع ديني. من الذي زرع هذا الوازع الديني؟ لما النظم الإسلامية عالجت النفوس وعالجت الضمير الإنسان، أصبح الضمير هو المحرك، أصبح ضمير الإنسان هو المحرك. ولذلك نجد كل أجهزة الدولة، سواء كانت شرطة أو الجهاز القضائي أو مكاتب المحاماة والشرطة وكل الناس هذه بتسعى يا أخوات لمعالجة 10%. لكن 90% عندهم في وازع داخلي، وازع إيماني يكفل للإنسان الاستقامة والأخذ بهذه النظم. فنجد أن النظم تعاملت مع الجسد ومع الروح، تعاملت مع النفس ومع الضمير، فهذبت النفس وطهرتها من الأدناس الحسية، وطهرت النفس وطهرتها من الأدناس المعنوية. الأدناس المعنوية من هنا يعني كانت نظم نابعة من عقيدة مستقرة في القلب تؤثر في فكر الإنسان وضميره. خامسا، أثبت الواقع وشهد التاريخ بصلاحية النظم الإسلامية للتطبيق في حياة البشر وصلاح أمرهم بها وانسجامها مع طبائعهم وفطرتهم. ما المقصود بأنه الواقع أثبت صلاحيتها، صلاحية النظم الإسلامية؟ يعني مثلا لو جبنا أمثلة للأنظمة التي تهاوت واندثرت وأثبت الواقع فشلها وعدم ملائمتها لفطرة الإنسان وطباع الإنسان وعادات الإنسان واختلافات البشر. على سبيل المثال الشيوعية يا أخوات تساقطت وتهاوت وأثبت الواقع وشهد التاريخ على بطلانها وعدم ملائمتها وعدم صلاحيتها للبشرية، وبالتالي سقطت وانتهى. نأتي للاشتراكية، النظام الاشتراكي الذي كان سائدا في أوروبا، أثبت الواقع وشهد التاريخ على سقوطه وعلى فشله وعلى عدم ملائمته للناس للأفراد. ليش؟ لأنه من صنع الإنسان المتصف بصفات العجز والنسيان واتباع الهوى وأهواء النفس. على سبيل المثال الديمقراطية، الديمقراطية أخوات في الغرب حتى الآن يعني لم تظهر نجاح هذه الفلسفة وهذه النظرية. والدليل على كلامي، قبل سنتين ثلاثة أنتم شفتم السقوط الاقتصادي الذي ضرب أوروبا، إيش كان علماء الاقتصاد بماذا كانوا ينادون؟ كانوا ينادوا دولهم باتباع النظام الاقتصادي الإسلامي، قالوا لهم بدكم ترتقوا وتنهضوا بهذا الاقتصاد عليكم بالنظم الاقتصادية الإسلامية، فإنها هي المنجية وهي المخلصة من هذه الأزمة وهذا السقوط. ولذلك أخوات وما أدراكم، لعلهم قد اتبعوا النظم الإسلامية حتى يعني أخذت الأمور الاقتصادية يعني تتقدم وتتحسن. إذن بنقول النظم الإسلامية شهد الواقع وشهد التاريخ بصلاحيتها. ليش؟ لأنها من لدن حكيم خبير صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل نوع من أنواع الناس الأشخاص حسب
لكل الأفراد والناس حسب اختلافهم، حسب أماكنهم، حسب ألوانهم، حسب ألسنتهم، وحسب أزمانهم، لأنها من صنع رب العالمين. والإسلام كل متكامل بجميع أطرافه، سواء النظم الاقتصادية أو النظم القضائية أو نظم العقوبات أو العبادات، كلها مكملة لبعض عشان تخرج في النهاية بدائرة متكاملة وتعود بالخير والنفع على أفراد مجتمع ما من المجتمعات. كمان يا أخوات تنسجم مع طبائع الناس وفطرتهم. يعني على سبيل المثال، الإنسان مفطور على حب التملك، لكن هل النظم الإسلامية حرمته من التملك كما هو الحال في النظم الاشتراكية؟ الإنسان مفطور على حب السلطة، حب السيادة، هل النظم الإسلامية منعته من أن يكون سيدا في أهله أو في بيته أو في عمله؟ لم تمنحه، اتعاملت مع الفطرة، تعاملت مع الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق للإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن شرع لهم ما ينسجم مع فطرتهم. سادسا، لأنها النظم التي حصرت كل غايات البشر في غاية واحدة، حصرت كل غاية البشر في غاية واحدة، ألا وهي إرضاء الله، كما حصرت كل أهداف الناس في هدف واحد هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بالدرجة الأولى أو بالأساس للعبادة والطاعة، لأنه كما تعلمنا أيها الأخوات الكريمات إنه الحياة الدنيا هذه يعني أو وقت بسيط، كلها أيام معدودة، كراكب استظل تحت شجرة وبعد ذلك سافر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني هذه الحياة اللي بنعيشها يا أخواتي بتعرفوا كلها ليش؟ لأنه إن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون. طب إحنا قديش بنكون عايشين من أيام الله؟ أكم دقيقة بنكون عشنا؟ لذلك الغاية والهدف الأسمى في هذه الحياة عبادة الله سبحانه وتعالى. أنا الآن لما أدرسكم مساق النظم الإسلامية، إيش غرضي؟ إيش هدفي؟ هدفي مرضات الله. طب إذا كان هدفي مرضات الله، هذا بيجعلني إيه؟ أعطي كل ما لدي من معلومة ومن علم، لا أبخل عليكن بشيء. حضرتك عندما يعني تدرسين هذه المادة أو هذا المساق، لا بد وأن يكون الهدف إرضاء الله سبحانه وتعالى. الطبيب في عمله يجب أن يوجه هذا العمل في مرضات الله. المدرس، الوزير، القائد، كل إنسان لا بد أن يوجه هذا أو عمله أو ما امتن الله به عليه أن يوجهه لتحقيق مرضات الله. يعني مرضات الله ليس مقصورة كما يظن البعض على الخطب والدروس والمواعظ، لا يا أخوات، لا بالعكس. والله أنا عندما أنام أستطيع أن أجعل النوم هذا في طاعة الله، أبيت نية التقوي على العبادة. عندما أتناول الطعام والشراب، والله يا أخوات أبيت النية أنه أنا هذا الطعام والشراب بنية التقوي على العبادة والطاعة. والله عندما تأتينا إلى الجامعة لا بد وأن تبيتي نية مرضات الله. الله ييسر لك الأمر ويفتح لك السبل. إذن كل حياتنا، كل تصرفاتنا في البيت، في المجتمع، في المؤسسة، في الشارع، كلها موجهة إلى أين؟
إلى مرضات الله. صحيح أنا بتقاضى أجر، لكن مش هاي الهدف. الهدف أنا صاحب رسالة بدي أوصلها كما هي. شايفين أنا كيف مستشعر؟ هذا فعل إيه؟ فعل النظم الإسلامية. هذا مهمة النظم الإسلامية، أن توجه حياة الإنسان بكافة جوانبها، عمله، أكله، شربه، نومه، معاملاته، علاقاته مع الآخرين، كلها يوجهها باتجاه إيه؟ إرضاء الله، مرضات الله. والنبي بيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طب ليش؟ ولذلك يا أخوات بنقول هذا يعني فارق كبير يميز بين النظم الوضعية والنظم الإسلامية. النظم اللي حصرت كل النظم في مرضات الله، في طاعة الله، كلها موجهة، يعني موجهة. بعكس النظم الوضعية، أن لهم ذلك يفتقرون بشدة، يفتقرون بشدة إلى هذا الإحساس وإلى هذا التوجيه الرباني وهذا التوجيه الإلهي. ولذلك كما حصرت كل أهداف الناس في هدف واحد، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه والتحرر من عبادة ما سواه. وهذا قاسم مشترك. لو نظرنا في المجتمعات الكافرة والمجتمعات الوضعية، اللي بيعبد لي بقرة، واللي بيعبد لي فأر، واللي بيعبد الشمس، واللي بيقدس النار، واللي بيقدس حجر، مختلفين الناس. يعني في الهند عندما تأتي بقرة وتدخل السوق تأكل مما تشاء، لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضها، بالعكس إذا يعني أكلت من طعامه ومن بضاعته يعتبر هذه باركته. سبحان الله. والهند يا أخوات عندهم العلماء، عندهم علم رهيب، عندهم تقدم علمي فظيع، ولكن شوفوا هالعقلية، يعني العلم مش كل شيء، التقوى والإيمان والتدين هو أهم ما في الوجود أيها الأخوات الكريمات. وبالتالي بنقول حصرت أهداف الناس في هدف واحد، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والتحرر من عبادة يعني ما سواه. ولذلك القسم المشترك بين الناس جميعا بين المسلمين، ألا وأنه يعني يعبدون إلها واحدا، وحصرت تحرروا من كل العبوديات وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، كما يقول السيد قطب في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: ضرب الله يعني مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما يعني لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني لما يكون عبد مشترك بين ثلاث أربع أسياد، وفي عندهم عبد مشترك ملك إلهم جميعا، وبجوز في الإسلام قديما أن يكون ثلاثة أو أربع من الأسياد يمتلكون عبدا، هذا بقول له تعال، هذا بقول له روح، هذا بقول له اعمل، هذا بقول له أوقف، هذا بقول له أقعد. إيه؟ كيف بيصير عنده؟ بتشوش، يسمع مين ويطيع مين. لكن لما يكون السيد عنده عبد أو العبد عنده سيد واحد، خلص أسهل، بتعود عليه وبتعود على نمط حياته، وتعال تعال روح روح، فيش أي مشكلة. إذن يا أخوات هذا يعني مثل بليغ يبين كيف الإنسان لما يكون محصور في هدف واحد، في غاية واحدة، بكون في سعادة وفي. أما سابعا، تتميز النظم الإسلامية بخصائص تجعلها النظم الأوفق، الأولى، الأسمى، الأعلى، والأوجب، والألزم. طبعا الآن هنتحدث إن شاء الله تعالى في خصائص النظم الإسلامية، خصائص العامة للنظم الإسلامية. نجد في عنا ثمان خصائص. خاصية الأولى الربانية، خاصية الثانية الثبات والمرونة، خاصية الثالثة الشمول والتوازن، الرابع العموم والعالمية، التكامل والترابط، الجزاء الأخروي، المثالية والأخلاق الواقعية.
طبعا هذه الخصائص يا أخوات يعني تفتقر إليها النظم الوضعية، بدناش نقول تفتقر إليها بشكل تام، لكن تفتقر إليها ولو نسبيا. إنما هذه الخصائص يعني مكتملة تماما في النظم الإسلامية، وتجعل هذه النظم هي الأرقى وهي الأوفق هي الأفضل هي الأولى في الاتباع. ولأنها تشتمل على هذه الخصائص تميزت عن غيرها وثبت صلاحها وشهد الواقع بنزاهتها وتحققت الثقة بها وتحققت يعني الطمأنينة من خلالها والسكينة والتسليم. بنقول أولا الربانية، الربانية أخوات هي أول خاصية تمتاز بها النظم الإسلامية. ومعنى كونها ربانية يعني الربانية بتكون على شيئين، في المصدر وفي الغاية. يعني بنقول النظم الإسلامية ربانية المصدر، ربانية المصدر، ذلك يعني أن أصول أحكامها وأسس تشريعاتها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن أصول أحكامها يعني الأحكام، عندما يعني ندخل في النظم الإسلامية ونتحسس تركيبها وتشكيلها وأحكامها، هذه الأحكام وهذه التشريعات مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والقرآن الكريم ثابت من عند الله سبحانه وتعالى ثبوتا قطعيا، حتى اللي بيشك فيه ولو 1% بصير عنده في عقيدته إيه؟ خلل. هذا القرآن ثابت من عند الله بثبوت قطعي، لا يعني يتطرق إليه أدنى احتمال وإن قل. ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. لكن كيف طبعا انتوا اخذتوا ايش الفرق بين الوحي المتلو والوحي غير المتلو في مساقات المتطلب؟ اذا الربانية المصدر يعني ان اصول احكامها وتشريعاتها مأخوذة من كتاب الله، من كلام الله، لان القرآن تعريفه ايش تعريفه؟ كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ونظمه، المتواتر المنقول إلينا بالتواتر. هذا تعريف القرآن الكريم، طبعا هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا هذه النظم مأخوذة من كلام الله المتصف بصفات الجلال والكمال والإكرام، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عن الخطأ. وما كانت العصمة لبشرا إلا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ومدام مصدرها هيك، مدام مصدرها من الله سبحانه وتعالى، إيش ماذا يجعل هذا يعني في النفوس لتقبلها؟ اطمئنان، تسليم، ثقة. ممكن الإنسان يثق في المدرس بتاعه، فما بالكم لله، ولله المثل الأعلى. إذن بنقول مصدرها يعني إيه؟ ربانية المصدر يعني أسس أحكامها وتشريعاتها مأخوذة من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعني في ذلك ضمانة في صلاحها وشمولها
وواقعيتها. ولذلك لأهمية هذه الخاصية يعني المصنف قد ابتدأ بها لأنه إيه أهم خاصية. أما ربانية الغاية، إيش غاية النظم الإسلامية؟ ربط الناس بخالقهم. طب كيف ممكن إحنا نرتبط بالله سبحانه وتعالى؟ بس من خلال العبادة يا أخوات؟ بدي إجابة. كيف يمكن الارتباط بالله سبحانه وتعالى؟ غيرك تجاوبت كتير، غيرك. أيوة يا أخوات، بدنا تفاعل، اجتهدوا، إحنا بنصوبكم، كل مجتهد مصيب. طب خلاص مدام فيش غيرك تفضلي. مثل ما حضرتك حكيت بالأول إنه بإمكاني مش بس إنه في الأمور المبينة أنا أكون أرتبط بالله عز وجل، ممكن بالنوم، النية بحد ذاتها أنا هيك برتبط في نومي، في أكلي، في عباداتي، في طرح، معاملاتي، في تعليمي، كذا، كل علاقتي مع زميلاتي مثلا. صحيح. علاقتي مع زمايلي، بحكي بلسانكم يعني، دير بالكم بلسانكم أحكي، يعني علاقتك مع زميلاتك ممكن تكون هادفة فيها شيء لله. علاقتك مع المؤسسة، علاقتك مع أسرتك، علاقتك مع زوجك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع الناس، عملك، العمل، النصيحة، الدين النصيحة. إذن يا أخوات، ربط الإنسان بخالقه، وهذا الربط اوعوا تظنوا انه الربط فقط عن طريق العبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج. لا، هذه الشريعة وهذه النظم ربطت الانسان بخالقه في جميع، من خلال جميع الاتجاهات، من خلال جميع الاعمال، من خلال جميع المجالات التي يحتك بها الانسان. ومن هنا جاء الربط بين الناس وخالقهم. أما النتائج والآثار المنبثقة على من كون النظم الإسلامية ربانية المصدر والغاية، في آثار تتولد وتنبثق من كون النظم الإسلامية ربانية المصدر والغاية. أولا، خلوها من معاني النقص والجهل والهوى والظلم. ليش؟ لأن أسس أحكامها وتشريعات تماخذها من وين؟ يبقى فيش فيها ظلم، فيش فيها نقص، فيش فيها جهل، فيش فيه هوى، فيش اتباع، فيش ظلم. ليش؟ دير بالكم الإنسان ممكن يعني يتبع هواه. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة. أعداء الإنسان ثلاثة يا أخوات، إيش هما؟ النفس يعني هوى، والهوى والشيطان. النفس والهوى والشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. العدو الثاني. أما العدو الثالث الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذه الآيات الثلاثة بتبين أعداء الإنسان. إذن خلوها من معاني النقص والجهل والهوى والظلم. ليش خالية من معاني النقص والجهل؟ لأن النقص، لأنه هي هذا النظم من فعل الله، كلام الله سبحانه وتعالى، والله متصفا بالكمال، فأنى لها النقص. كيف بده يجي لها النقص؟ والجهل مبرأة، الله سبحانه وتعالى عليم، عالم بظواهر الأمور وبواطن الأمور، يعلم الظاهر والباطن. والهوى، الله سبحانه وتعالى يعني لا ينتفع، ليس له هوى في شيء، غني عن العالمين. وذلك كله يظهر في النظم التي أوجدها للناس والظلم. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العدل، من أسماء الله سبحانه وتعالى العدل. من هنا ينبثق خلوها من معاني النقص والجهل والهوى والظلم. إذن النظم التي تطبق بيننا، النظم الإسلامية التي يعني تشيع في المجتمعات الإسلامية، خالية من معاني النقص
ولذلك احنا هنشوف في عندنا خاصية مستقلة بذاتها اللي هي الشمول. هنبين كيف النظم الإسلامية شاملة لكل جوانب الحياة. اثنين، الثقة بهذا النظم والتسليم بصحة ما جاء فيها وصلاحيته. طبعا هذا الكلام أو هذا النقاط زي ملخص لما يعني درسناه. تتمتع بقدر كبير من الهيبة والتقديس والحب والاحترام في نفوس المؤمنين. ليش؟ لأنها تأتي بأثار إيجابية. يعني الذين يسيرون على هذه النظم أو يطبقونها في حياتهم العملية بتكفل لهم يا أخوات إيه؟ السعادة. يعني إيش النتيجة؟ إيش النتيجة بتكون؟ نتيجة إيجابية. النتيجة إيجابية، ومدام نتيجة إيجابية إيش بتعمل عند الإنسان؟ حب، احترام، تقدير، هيبة، تقديس في نفوس الناس. رابعا، تدفع المؤمنين إلى المصارعة في التوبة واستشعار الندم عند المخالفة أو تجاوز الحدود. لكن الإنسان المسلم لو ارتكب خطأ وما حد شافه بيروح إيه؟ يعذب في نفسه ويجلد نفسه، يندم. أنا إيش قال لي عقلي أعمل هيك؟ والله هذه ساعة الشيطان، ليش أنا عملت هيك؟ وتعذيب النفس، تعذيب الإنسان لنفسه أشد وطأة من تعذيب غيره إله. شوفوا الندم كيف يا أخوات. أنا عندما أسيء لأحد زملائي أو أسيء لزوجتي أو أسيء لأحد أفراد أسرتي بأشعر بالندم، بأشعر ليش أنا عملت هيك، ليش كذا. فسرعان ما يهرع الإنسان المسلم إلى التوبة والندم والاستغفار. طب إيش بيسوي في نفس الإنسان المسلم؟ طبعا يا أخوات إن شاء الله تعالى في المحاضرات أو المحاضرة القادمة هنكمل إن شاء الله تعالى يعني هذه الآثار والنتائج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا من لدنه علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.